شحال هذيك تي 3 ايام دابا باش مات ياك سي لا 9 ايام باش مات الرجل 9 ايام هو باش تشوف صافي خلي الميكرو خارج متتبعي قناة يوب تيفي. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مراكش. حنا الآن تتواجدو بدوار زمران ولاد سعيد. حنا الآن مع واحد السيدة اللي هي أرملة توفى الزوج ديالها دابا 9 أيام، فإذا بها تتفاجأ بأن الناس اللي كاريين اليوم تيجيو عندها باش يخرجوها من المحل ديالها اللي كاريه، وهي مخلصاهم في الكرا ديالهم كلشي، ولكن هما رغموا عليها باش تخرج، وهي باقا شاد حق الله باش تخرج من الدار. باش رفضات حاولوا باش يتهجموا عليها وضربوها. التفاصيل غادي نشوفوهم مع السيدة هذه. اختي كوثر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اختي رفعي صوتك شي شوية وقولي لي اشنو هو المشكل، كيفاش وقع لك من الاول؟ المشكل اللي وقع ليا هو من الاول، قالت لي هذاك الميكرو عافاك اخرج على برا. المشكل اللي وقع ليا من الاول هو تفرج نهار 2 16 يناير 16 يناير نهار ثاني يوم 17 يناير وقفوا ليا الناس، وقف ليا السيد قال ليا بغي يكمل العزو بتخويا محلي. قال ما يمكنش الناس باقي عندي في الدار فلوسك راه موجودين. هادشي نهار ثاني فلوسك راه موجودين، ودابا انا عندي العزايا وعندي العائله ديال المرحوم الله يرحمه كانوا عندي من البلاد. مو قال لي انا غادي نكملوا العزايا وغادي ندوز عندك. نهار 4 ايام جا عندي اللي هو الخميس، جا عندي كناير انا وبنتي عندها 16 سنه. هي اللي عندك بنت وحده اللي عندك؟ لا عندي ثلاثه، ثلاث البنيات. ثلاث البنيات الله يخليهم لك يخليك صحتك. ها علينا وقف عليا قال لي السلام عليكم. قلت له عليكم السلام. قال لي بغيت تخويا محلي. قلت له لا فلوسك موجودين، انا تسعف حق الله ما عنديش فين نمشي والناس باقي تيجيو كيمشيو عليا، انا فلوسك بغيت نعطيهم لك. وهو اصلا باقي عنده واحد الشهر سابق، حيت انا نهار خلصت الكرا عطيت 26000 ريال، يعني شهرين. شهر سابق، شهر سابق وشهر ديالنا. انا ما ذكرتش ليه داك الشهر سابق، انا قلت ليه بغيت نخلصك، يعني هي ترمي عليا حق الله وغادي نخوي لك محلك. انا محلو ما دايا لي ما نصبع فيه ما بيت محلو. انا عطلت بها عند امام الجندارم وحتى الاذاعه اللي جات صورت معايا. ايه محلو هذاك، واش محلو هذاك؟ انا ما نصبع فيه ما بيت ندي ليه. انا حاجه اللي طلبت منه قلت ليه صبر عليا تنحيد حق الله وغادي نخوي لك محلك وكراك غادي تقبضوا. ما قبلهاش، بيت نسد الباب دفعوا عليا الدفع، ما لقيتوش غير بوحدو، لقيتهم هما اربعه الناس، جوج دايرين الخمار النقاب وحده بلا نقاب. وهو صافي تهجموا علينا ما عرفناش نديرو انا وبنتي. صافي خرجنا على برا، خرجوا لنا حوايجنا على برا، تكرفصوا علينا ضربونا. خرجوا لكم الحوايج على برا؟ خرجوا الحوايج، خرجوا التلفازات، لحوهم، لحو كلشي، لحو. ما كايناش عند هاد الناس الانسانيه كاع. من طفله عندها شهرين ونص تلاحت فوق الطلق، تلاحت فوق الطلق بالمونطا ديالها. بنت بنت شحال عندها؟ شهرين ونص. شهر ونص ما رحموا حتى حاجه، لا ما لا انسان لا حتى حد ما رحموه فينا. وانا نحنا بينا نعطيهم كراهم، حنا ما تيش لهم الدار. انا راه كاريه عندهم شعبان ديال داك العام، كرينا عند هاد الناس هادو. امو اللي قبضتنا عندي الفلوس شهرين. اختي كوثر قولي لي فاش كان الزوج ديالك عايش كي كانوا تيتعاملوا معاك هاد الناس؟ بالعكس ما كنتش نشوفهم، حيت كي سكننا ديك الساعه بقات 5 ايام تقريبا رمضان، دق علينا واحد السيد اللي هو مول الدار، خرج عنده راجلي هضر معاه، جا عندي قال لي انا هاد السيد راه كنعرفو، راه صاحبي، راه عنده هوندا. قلت لي واش بغاك؟ قال لي تعطيني فلوس الكرا انا بلا ما باقي تجي ليهم الوالده ولا اختي. قلت لي من الاحسن مول الدار هو اللي صاحبك، ما محتاجش باقي يدقوا عليا انا. هو اللي مول الدار ديالو، هو اللي كاتب لك
ما مكاتبينش مكاتبينش هكرا صافي هكرا. قلت له صافي لازم نتلاقى معاه وتعطيه فلوس بلا ما يدقوا عليا. اسم ديالو رحال بن قدار. لا بلا ما تذكر الاسم ديالو. المهم راه مطلع ما علينا كيقبض فلوسو يعني كان الزوج ديالك يعطيه مسرسر باقي تنعقل 13 في الشهر كيدي كراه كيدي 13000 فيها ما وضوء وكرا. وما ما عمرو كان شي مشكل معاكم؟ ما عمرو كان شي مشكل بينا وبينو في الحياه ديالك؟ مجرد انا كاع نسيت الصوره ديالتهم هما انت في الحياه ديال الزوج ديالك ما عمرو كان شي مشكل, ودابا شنو هو المشكل؟ علاش هو بيخرج؟ ما عرفتش ما عرفتش يعني باقا شاد التحق الله ويلا تسعيام هادي دابا يومين وقف عليا ونهار ربع ايام تخرجوا لي حوايج الزنقه وتكرفصوا علينا وضربوا لي بنتي ضربوها الجبهه بالفرنو ضربوها بالهراوه تكرفصوا علينا مزيان. وشنو ما دابا قلتي بانهم قتلوا عليك الطول ما دابا باش لاحوا لك حوايجك عاودوا ردوك للدار؟ مشينا عند الله عند الجندرم داك النهار قال لي الجندرم سيري دخلي حوايجك. قال لك سيري رجعي للدار. قلت لهم خفت لا يدير لنا شي حاجه قال لي سيري راه بالاذن ديالو سيري حلي محلك ودخلي حوايجك. ايه هما هضروا معاه بانه باش يخليك. صح مشيت فعلا دخلت حوايجي داك النهار ما فيه كلام لغت ليه تقطع عليا الماء لغت ليه هو يتقطع عليا الضو. يعني انت جالسه بلا ما بلا ضو؟ بلا ما بلا ضو. انت وبنياتك؟ انا وبنياتي. وشنو من الاجراءات اللي درتي؟ الاجراءات اللي درت دابا هو اننا داكشي وصل غير الجندار وكنتمنى يوصلت لجلالة الملك الله ينصرو الله يحفظو عاش الملك والله الوطن الملك. حاولتيش تبعتي شي شكاية تكرفصو علينا هاد الناس بزاف. تبعتي شكاية للسيد الوكيل العام؟ لا مازال مازال ما تبعتش شكاية للوكيل جلالة الملك. عندك شهادة طبية هاديك النهار فاش جينا ما لقيناكش ومشينا فعلا مشيت درت شهادة طبية هاديك الساعة. درتي شهادة طبية ليك ولبنتك ولا عيب وحدك؟ لا انا طب بنتي دايره شهاده بنتي دفعتها للجندر. انا داك النهار عاد مشيت درتها حيت ما كانش عندي الوقت حيت ما جيت عند الجندر حتى من انت اش وقع لك فين ضربوك كنت؟ انا مضروبه في راسي مضروبه في الكابيه مضروبه هنا في ظهري. والابنه ديالك؟ نعم. وبنتك؟ بنتي مضروبه حتى هي بالهراوه راسها وربعه الغرزات في جبهتها. لا اله الا الله تكرفصوا علينا مزيان بثلاثة الهراوات والسلسلة. دابا انت ما عرفتيش اختي كوثر انت ما عرفتيش دابا شنو هو السبب علاش هما؟ لا ما عرفتش السبب دابا هو انا داكشي تلقى في الكومنتات كنسمع انه قال لك انا نصابه وبغيت ندي لهم الدار. انا كون بغيت ندي لهم الدار ما غاديش ندخل للجندرم والناس وليه هو بهاك فلوسك ديال الكرا. ما يمكنش نجي نقول لي هاكا فلوسك ديال الكرا وانا بغيت ندي لك دار. لا انا هو ماشي تسالك والو في الكرا كاع. بالعكس انا اللي باقي تنتسالو. انا ملي رجعت تاكرا لقيت راسي انا باقي تنتسالو 12 ديال صابوق. شهر صابوق حيت نهار خلصت انا اللي خلصت الدار خلصت شهرين خلصت 26000 اللي عطيتها لمو. يعني عندهم هما اصلا زايد شهر صابوق انا نسيت داك شهر صابوق. انا ذكرت لهم هاكا فلوسك ديال الكرا موجودين. الناس الجيران الله يجازيهم بخير كلهم وقفوا معايا وقالوا لي حنا نتعاونوا معاك حنا نخلصوا لك الكرا بلا يعني من داكشي اللي عطيتو. يعني الجيران هما اللي بغيت تعاونوا معاك؟ بغيت تعاونوا معايا وبغيت يخلصوا لي الكرا وهو ما باش رفض. اختي كوطار بعد ما توفى الزوج ديالك الله يرحمه الله يرحمه كيفاش غادي تعيشي دابا شنو؟ انا اصلا خدامه 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 عند شي ناس انا كنخدم ما عنديش المشكل خدامه وكاينين الناس وكاينين لان البنيات كبار يقدروا يقابلوا راسهم. بنياتي كبار يقابلوا راسهم. البنيات عندك تقرا ولا عندي بنيه اللي باقا كتقرا في الابتدائي؟ لا لا واش تطلبي دابا من الناس المسؤولين؟ كنطلب منهم يوقفوا معايا ويعاونوني في هذه المحنه هذه وفي هاد الناس هادو راه تكرفصوا عليا وكنتمنى من القانون طوي ياخذ مجرى حيت القانون جا وقاني مكرفصة بزاف ولقى بنتي مكرفصة ولقاو حوايجي مكرفصين بزاف كلشي تهرس كلشي تهرس تلاجة تلاحت كلشي تلاح كلشي تلفازة تلاح وكلشي تهرس يعني ما حناش في هاد الناس هادو. بعد ما وقع هاد الواقع هذا دابا كيفاش يعيشوا بنياتك نفسانية؟ يعيشوا داكشي اللي كتب لهم الله.
يعني باقي الخوف وباقي الخلع. ضروري ضروري، خصوصا كاع ملي تقطع الضو بزاف. حيت دابا كيما شفنا حنا جينا عند الجيران ما لقيناش الكونيكسيون في الدار عندك، جينا عند الجيران الله يجازيهم بخير. كيما تنشوفوا بانك تقولي لبنياتك سدتو عليكم الدار. خوفا اللي عاودوا يهجموا عليهم، اللي هجم عليك خطره يهجم عليك مره ثانيه ومره ثالثه. عاودي قدمي حيت لانهم كتشوف الناس ديال النقاب اللي انت غادي تحترمهم هما اللي خرج فيهم هادشي، وراجل وسط دوك العيالات وما حميتيش في عيالات في وليات. لا حنا بلا شفقه بلا والو، يعني انت ما كنتيش هذوك الناس مسكينه يلاه توفى لها الراجل ديالها ويلاه توفى لهم الاب ديالهم، ما حنيتيش فينا. لا حول ولا قوه في 4 ايام غادي تحن فينا في 8 ايام ولا في 7 ايام ولا في 9 ايام؟ ما نظنش. كرساله اخيره قدمها اختي كوطف. كرساله اخيره كنتمنى من الدارك ياخذ ليا حقي، ومن المخزن ياخذ ليا حقي، وكنتمنى هادشي يوصل لجلاله الملك الله ينصرو. وكنشكركم كاملين كاع اللي وقف معايا، الجيران هنايا كلهم كنشكرهم كاع وقفوا معايا الله يجازيهم بخير، ما تخلاوش عليا وما خلاونيش. شكرا لك اختي كوثر، الله يجزيك داوود الخير، الله يجزيك داوود الخير، ونتمنوا من الله نتمنوا من الناس المسؤولين انهم ياخذوا بعين الاعتبار. حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس، الله ياخذ فيهم الحق. نتمنوا من الناس المسؤولين انهم ياخذوا بعين الاعتبار، يشوفوا من حاله السيده اللي لا حول لها ولا قوه، ان ام ثلاثه البنيات وكما قالت بانها خايفه على بنيتها، كتمنى من الناس المسؤولين انهم ياخذوا لها الحق ديالها، لانها تكرفصات وتلاحت في الشارع وهي راه ارمله. يلاه توفى لها الزوج دابا اليوم 9 ايام. نتمنوا من الله خير. الى هنا متتبعينا، نلقاكم في بث مباشر اخر، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.